مرحبا بكل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه في الفقره دي هنتكلم عن مرض الى حد كبير يعني اسبابه غامضه والى حد كبير مش بيتسمع عنه كتير، يعني ما حدش يعرف عنه غير الناس اللي بتعاني منه. انا بكلم حضراتكم على التصلب المتعدد اللي بيصيب الجهاز العصبي المركزي للجسم، وهنحاول في فقراتنا النهارده ان احنا نلقي الضوء حول يعني او على اسباب واعراض هذا المرض، وكمان نحاول نعرف ايه اللي بيربط ما بينه وما بين السمنه. ده اللي هنعرفه من خلال وجود الدكتوره ايمان المراكبي، استاذ المخ والاعصاب والطب النفسي بكليه الطب جامعه عين شمس. يا صباح الخيرات على حضرتك يا دكتور. يا صباح الفل على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. الحمد لله كله تمام لله. كله بخير. بقى لنا فتره دايما بنشوف من حضرتك او بنتعرف من حضرتك على رابط ساعات بيبقى يعني حتى ما يخطرش على بال الواحد ما بين صحيح. السمنه وبين امور اخرى من ضمنها التصلب المتعدد، فعايزين في البدايه نعرف ايه هو اصلا التصلب المتعدد واسبابه واعراضه. تمام. هو التصلب المتعدد مرض مناعي بيصيب الشباب من سن 20 ل 40 سنه. بيصيب الماده البيضاء في المخ والنخاع الشوكي. يعني اذا في الجهاز العصبي المركزي. طيب بيعمل ايه؟ كل حته تتصاب في هذا المرض او في المخ يعني او في النخاع الشوكي بتعمل لي عرض من الاعراض في الجسم. يعني بالظبط كده الفيوز ضرب في الحته الفلانيه المسؤوله عن حركه الايد، تبص تلاقي الايد تتقل. طب الرجل تتقل او نصفي او يحصل تلعثم في الكلام. طب هو او ترنح في المشي. يعني كيفيه الاصابه بيه؟ كيفيه الاصابه بيه اولا اسبابه تتراوح ما بين جينات، ان ممكن عندي خلل جيني. بيبقوا حوالي 200 جين بيتفاعلوا مع بعض علشان يحصل هذا المرض. أوكي. يبقى في جزء وراثه، ولكن ما هوش ان عشان انا عندي يبقى لازم ابني يجيله. دي خلصنا منها. طيب ايه الحاجات التانيه؟ ممكن السمنه من عوامل الخطوره. السمنه، شرب السجاير، التعرض للدخان، نقص فيتامين د، التهابات فيروسيه. يعني ممكن يجي للمريض بعد عدوى فيروسيه. يعني في فيروس اسمه ايبشتاين بار فيروس، ده ثبت فعلا علميا ان هو احد الاسباب الرئيسيه ليه. فاذا الالتهابات الفيروسيه، نقص فيتامين د، السمنه والتدخين، الكلام ده كله ممكن يساعد مع وجود استعداد جيني. طب ايه العلاقه ما بين السمنه وما بين المرض ده؟ ما هو يعني بقى كده عوامل خطوره هذا المرض، احد هذه العوامل هي السمنه. بمعنى لو انا عندي استعداد وراثي ان انا يجي لي ام اس وانا عندي سمنه، يبقى انا كده هزود احتماليه اصابتي بالمرض. التصلب المتعدد اللي هو التصلب المتعدد. تمام. يبقى انا كده هزود احتماليه اصابتي بهذا المرض. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ لازم اخلي بالي. يعني السمنه اشيلها من حسباني بحيث ان انا ما يبقاش عندي عوامل خطوره ممكن انا اصلحها. دي بنسميها العوامل التي قد يمكن اصلاحها. البعض منا ممكن يبقى معتقد ان السمنه لما بتسبب مشاكل بتبقى ليها علاقه بالكوليسترول، بالضغط او التحميل مزبوط. الكبير على العمود الفقري وعلى المفاصل مزبوط. لكن في الفتره الاخيره من خلال قعداتنا مع حضرتك المتكرره، لا ده الموضوع بيسمع في حاجات كتير قوي. بالظبط. المناعه، يعني هو التصلب المتعدد مرض مناعي. فهو بيسمع في المناعه فعلا. كل ما كان عندي دهون وكل ما كان عندي زياده في الوزن، كل ما الجسم عمل اجسام مضاده للجهاز العصبي المركزي، وده اللي بيحصل في حاله التصلب المتعدد. فاذا المناعه كمان بتتاثر بالسمنه. يبقى تعالي نتكلم بقى عن السمنه نفسها طالما هي مصدر معظم الاذى السلبيات دي. بالظبط. معظم الاذى جاي من وراها. بالظبط. فكيفيه السيطره على السمنه وخصوصا لما تكون مفرطه. بالظبط. احنا اول حاجه طبعا بنحب نستخدم حاجات طبيعيه عشان ما ينفعش المريض مثلا هو اساسا عنده ام اس او عنده حاجه في الاعصاب او وانا اديله حاجه كيميكال. لا، انا بنحب نستخدم حاجات طبيعيه. فعندنا البيستا، ده منتج طبيعي مكمل غذائي فيش منه اي خطوره، متوفر في كل الصيدليات، وبيكون من ثلاث الياف رئيسيه اللي هو السيليوم، رده القمح، والشوفان. الثلاثه دول بيساعدوا طبعا اول حاجه بيحسنوا الهضم وحركه الامعاء بحيث ان انا ما بقاش في حاله امساك. تاني حاجه، وطبعا اطمن الساده المشاهدين ان هو ما بيعملش اسهال. يعني في ناس تقول لك مش دي الحاجه اللي عامله زي البتاع ناخدها يجي لنا اسهال. لا، دي ما بتعملش اسهال، دي بتنظم حركه القولون والامتصاص وبتملى المعده بحيث انها تخلي بس فاضلي حته صغيره هي اللي انا اقدر
اكل، فساعتها احس ان انا شبعان ومش محتاج اجري ورا الاكل. تمام. يعني اللي هو الاكل العاطفي، يعني شعور بالامتلاء. شعور بالامتلاء. تمام. ولكن مش بالانتفاخ، بالعكس. ده هو بيحسن الانتفاخات جدا. يعني اللي عنده قولون عصبي واللي عنده انتفاخات واللي عنده غازات لو مشي على البيستا ده، بغض النظر انا عايز يخس على فكره. يعني انا عندي مرضى كتير بكتبه لهم في حالات القولون. مش المفروض ان اللي بياخد البيستا هو بس الشخص اللي عايز يخس؟ لا، ممكن ناخده في حالات التخسيس، ممكن ناخده في حالات القولون العصبي، ممكن ناخده في حالات الانتفاخات والقولون عموما. الناس اللي هي طبيعه القولون عندها في اضطراب طول الوقت، يعني هو طبيعه مفعوله متوقفه على نوع العرض اللي انا بعاني منه، وبالتالي باخد المنتج ده عشانه. يعني مش في كل الاحوال المكونات دي، احنا دايما حتى بنقول ايه، بتنفش في المعده. بالظبط. مش النفشان ده بيتحقق كده كده في كل الاحوال؟ طبعا. يبقى هيؤدي للنتيجه اللي هي بتاعت نزول الوزن. بالظبط. فانا ما فيش ما يمنع ان انا لو عندي انتفاخات او كده، او انا طبيعه عندي عسر هضم، اخده برضو عادي. اخده برضو ويا سلام هيخسسني برضو. يعني هي الفكره ان هو كده كده هيخسس. أوكي. لكن هيحسن لي الاعراض بتاعه القولون. فدي معلومه مهمه، والحقيقه مش كلام مرسل، لا ده عندي حالات كتير قوي استخدمت معاهم الموضوع ده، والبيستا جاب نتيجه هايله جدا معاهم في التخسيس وفي اضطرابات القولون، سواء اضطراب نفسي اللي هو القولون العصبي او الاضطرابات العضويه بقى. طيب خلينا في التخسيس برضو دلوقتي. فكره ان البني ادم ينزل عدد كبير من الكيلوات في زمن يكاد يكون قياسي، يعني بالظبط. تسمع ان في واحد نزل 25 كيلو ولا 20 كيلو في الشهر، ده مبلغ يعني. طبعا هو كبير 25 يعني. في الشهر هتبقى صعبه شويه، لكن احنا بس مع في البيستا 15 وكده، مش في ناس بتنزل 15 كيلو؟ مع البيستا على ارض الواقع من 8 ل 12 كيلو في الشهر. حلو. طب تعالي تعالي نقول 12، يعني شهرين يعملوا ال 25 اللي حضرتك قلت عليهم. حلو. 12 في الشهر، ال 12 دول نزولهم في، يعني نزول البني ادم في الوزن ال 12 كيلو، هل بالضروره يكون مصاحب بوهن، ضعف عام، تساقط شعر؟ لا خالص. النوع ده من الامور خالص في حاله البيستا مفيش الكلام ده. لسبب، هو معزز بفيتامينات ومعادن البيستا نفسه. ايوه. زائد ان شركه بايو ناتشرال الحقيقه، وانا بقدم لها تحيه من خلال البرنامج، اللي كل منتجاتها طبيعيه، حطت كمان الالب مالتي فيت. والالب مالتي فيت ده مجموعه فيتامينز مهمه جدا بناخدها مع البيستا، زي ما ظاهر على الشاشه في علبه. أوكي. بيستا وجنبها علبه الالب مالتي فيت. لو اخذنا الالب مالتي فيت ودوت مجموعه فيتامينز شامله وكل الفيتامينز والمعادن اللي جسمك محتاجها موجود في هذا المنتج. يعني هو لازم اللي ياخد ده لازم ياخد ده طبعا، يفضل. وبعدين جرعته سهله قوي، ده احنا بناخد الالب مالتي فيت قرص صباحا بعد الفطار. يبقى معنى كده ان قرص واحد في اليوم، والعلبه فيها 30 حبايه، بتكفيني يعني شهر. وسعرها رخيص جدا على فكره. مقارنه ببقيه المنتجات، لان انا في السوق وعارفه بالظبط. بالظبط هي تلتين اسعار الفيتامينز الغاليه قوي. يعني هي تلتين سعر الفيتامينز اللي هي الغاليه قوي، بس نفس مفعولها احسن منها كمان. ليه؟ لان تركيز الفيتامينز اللي موجوده اكتر تركيزات موجوده، وفيها 13 عنصر محتاجهم جسمي بكل التركيزات اللي هي الماكسيمم اللي انا محتاجاهم. اهم حاجه طبعا الفيتامين بي، اللي هو بي 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 9 و 12. واتكلمنا قبل كده ان هو الفيتامينات بينطوا ارقام، دي حاجه بقى بتاعت الراجل كان صاحي او نايم هو بيالف الارقام. مش 8 يعني، داخل على 9 على طول. ما هو بقى البيوتين هو برضو ده احد الفيتامين بي، بس هو حطوا له اسم لوحده اسمه البيوتين. ده برضو موجود، وده مهم جدا لنمو الشعر وللبشره، فهو موجود برضو في الالب مالتي فيت. موجود الزنك، موجود النحاس، موجود فيتامين اي اللي هو فيتامين ه، وده مهم جدا. أوكي. جدا برضو للمخ على فكرة، الوظائف المخ والعضلات وكده. كمان في مجموعة كبيرة جدا جدا من الكالسيوم، يعني تركيزات معقولة بحيث ان انا اقدر اخدها كالاحتياجات اليومية بتاعتي. اذا انا كده غطيت كل الفيتامينات. لما اخد الالب مالتي فيت مع البيستا يبقى انا حققت المعادله الصعبه، خسيت بامان وبدون اي مشاكل ولا كيميكلز ولا مواد كيميائيه ضاره، ومعاها فيتامينات بتعزز المناعه، بتعزز نمو الشعر والبشره ووظائف الجسم والطاقه والكلام ده كله، والتركيز والانتباه في المخ كمان. من ضمن الافكار او الانطباعات المتداوله بين ناس كتير، فكره ان انا لما باخد مالتي فيتامين بشكل منتظم، بشكل دوري، بشكل يومي، تمام، فده هيؤدي الى زياده الوزن.
الى اي درجه الكلام ده صحيح او مش صحيح؟ لا بالعكس بقى، انا لو اخذت الفيتامين وعكيت في الاكل وكلت كميه كبيره جدا في اتجاه السمنه هتخن، لكن وانا باخد حاجه بتنزل الوزن ومقلله الكاباسيتي بتاعت المعده اللي هي الحجم اللي فاضل لي من المعده عشان اكل، يبقى انا كده اكلت بكميات قليله، اخد معاه فيتامين يزود الحرق ويزود المعدلات بتاعه عمليات الايض، لكن ما يتعارضش مع مفعول الجزئيه المسؤوله عن انقاذ الوزن او المنتج المسؤول عن انقاذ الوزن. بالعكس خالص، ده احنا ده هينشط عمليات الايض. احنا دايما نقول احنا بنعوز حرق كويس اثناء التخسيس، بنعوز عمليات ايض تكون سريعه ووظائف الحيويه بتاعه الجسم اللي هي شغاله. التمثيل الغذائي صح؟ التمثيل الغذائي. أوكي. فكل ما زاد التمثيل الغذائي كل ما انا حرقت وكل ما استفدت بالمواد المهمه للجسم وتخلصت من الحاجات اللي ملهاش لازمه، فبالتالي زاد الحرق وقليت في الوزن. هل في موانع معينه تمنعني من استخدام هذا المنتج او حتى المكمل الغذائي المالتي فيتامين؟ خالص، انا ما عنديش اي مانع. يعني الضغط، السكر، مرضى القلب، الناس يعني شوف حضرتك اكتر حاجه ممكن تخوف الناس اللي هو مرضى القلب. عادي جدا بنديهم، لان ما فيش مشكله، هو ما بيعملش اي لود او حمل على الدم. احنا بنخاف في مرضى القلب ايه؟ ان انا مثلا اديهم محاليل زياده فتبتدي الرئه تعمل ميه، تتحوش ميه عليها. لا، ده ما بيحصلش معانا، ولا ضغط ولا سكر ولا اي حاجه خالص، امن تماما. بالعكس، دي الفئه اللي احنا بنقول لها يا جماعه خدوا المنتجات دي علشان تنزلوا، لان انتوا لا عارفين تروحوا جيم ولا عارفين تتحركوا. طيب خلينا بعد اذنك نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع بعديها نكمل. اوكي اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع دكتوره ايمان المراكبي، وعايزين بقى عشان الوقت ما يسرقناش نقف عند تفصيله تهم ناس كتير قوي، فكره ومبدا الحرق. تمام طبعا. الى اي درجه متحقق مع بيستا؟ جميل قوي. اول حاجه في البيستا نفسه موجود الكروميوم، والكروميوم ده معروف ان هو عنصر بيساعد على الحرق. فطبعا مرضى اللي هم عندهم نقص في الغده الدرقيه، نقص فيتامين د، الناس دي بيبقى عندها الحرق تعبان. فالكروميوم بيعوض الموضوع ده، وده متوفر في البيستا. جميل. طيب الشركه عامله مفاجاه، شركه بايو ناتشرال، وانا بوجه لها تحيه من خلال الهدايا المجانيه اللي نازله اليومين دول عشان بدايه الشتاء او يعني الخريف، منزلين جرين كوفي. وطبعا حضرتك عارف الجرين كوفي ده من اكتر الحاجات اللي بتساعد في زياده الحرق. فاذا انا عندي الكروميوم موجود في البيستا، وكمان الجرين كوفي موجود في طبعا كل العناصر اللي هي بتساعد على الحرق من خلال الجرين كوفي. أوكي. طيب ايه تاني؟ منزلين هديه علبه فيتامين دي، فاذا انا هاخد علبه فيتامين دي هديه، وهاخد علبه جرين كوفي هديه، وكمان متابعه اسبوعيه مجانيه من قبل اخصائيين واستشاريين التغذيه المتخصصين من خلال الشركه اللي بيردوا على التليفون. ولما ناخد الكورس والهدايا بيحصل يعني اوتوماتيك ان احنا بنحط المريض على التغذيه المجانيه، بيتعمل له كل اسبوع بروجرام على اساس هو نفسه وزنه، طوله، الحاجات الصحية اللي بيعاني منها، سواء نقص غدة درقية، سواء زيادة غدة درقية، سواء مشكلة التغذية بتاعته مثلا، الشراهة، بيحب ايه، ما بيحبش ايه، الكلام ده كله بيعملوا له تغذية مجانية يعني أسبوعي. يعني اللي بيردوا في الكول سنتر هم متخصصين؟ بالظبط، هو اللي بيرد اللي هو اللي ماسك السيلز، وبيحول بعد ما المريض خلاص بيحجز بيحوله للطبيب المتخصص، بيحوله بقى على طول للطبيب المتخصص. وفي طبعا مساحة كافية للإجابة على أي تساؤلات. طبعا اي تساؤلات، حتى لو في حاجه طبيه المريض بيعاني منها هو بيحوله على دكتور البطنه او الدكتور المختص بالحاجه دي، زي غده درقيه، نقص فيتامين د، وهكذا. يبقى ما ننساش ان احنا لو خدنا الكورس اللي هو البيستا على الالب مالتي فيت، هناخد معاهم علبه جرين كوفي هديه، وهناخد علبه فيتامين دي هديه، ومتابعه اسبوعيه مجانيه. اعتقد كده محدش ليه حجه ان هو يزيد في الوزن في الشتاء، خصوصا ان الشتاء اللبس بيخلي الواحد يبان اكتر وزنا صحيح. من حقيقته صحيح. فنساعد طيب. نفسنا بقى بالموضوع ده. خلينا نشوف اسراء وهي حاله من الحالات اللي احتاجت ان هي تنقص وزنها ولجأت لبيستا. تعالوا نشوف حصل معاها ايه. اتفضل. تمام، احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اسمي اسراء محمد ممدوح، سني 20 سنة، كنت 95 وبقيت 50. قبل ما أخس كنت بعاني من نفسي قصير، ما كنتش بقدر أتنفس كويس، اللبس كان عندي فيه مشكلة،
ضربات قلبي كانت سريعة، ما كنتش بعرف أتحرك، ما كنتش بحرم نفسي من أي أكل، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة. إحساسي بعد ما خسيت إحساس جميل جدا، بعرف ألبس براحتي وبعرف آكل اللي أنا عايزاه وأتحرك، وجسمي بقى خفيف جدا. أنصح أي حد جسمه مليان إن هو يتابع مع بيستا، موضوع سهل جدا. يعني اللي انا عرفته يعني نما الى علمي ان اسراء نزلت 45 كيلو. شفت بقى 45 من 95 اوف نزلت ل 50. يعني بصراحه اسراء بطله. ليه؟ لانها التزمت بالطريقه. قبل الوجبات الثلاثه بنص ساعه بالكيس على كوبايه ميه او عصير او حليب منزوع الدسم، فهي كده حققت الايه اللي احنا عايزينه. الكميه بقت قليله قوي اللي فاضله لها في المعده علشان تاكل منها، يبقى بتاكل كميات بسيطه من اللي هي عايزاه. تاني حاجه طبعا ان اخذت القلب مالتي فيت، فزود الحرق وزود العمليات الايد والمستوى الحرق عالي، فطبعا نزلت 45 كيلو. فطبعا دي هايله، وده مثال يحتذى به، لان فعلا هي نزلت بجد بجد كيلوهات كتيره، وزي ما حضرتك شايف شكلها اتغير. هو الجميل مش بس ان الواحد رشيقة. ينزل في الوزن، الواحد ينزل بشكل صحي كمان. بالظبط، وبصحه وبصحه. دي احلى ما في الموضوع. شوف حضرتك النفس، كل المرضى لو تقعد معاهم تقول لك في الاول النفس بتاعي كان تعبان طبعا، بتنهج. يعني هي شابه صغيره وبتبص لقاها وهي طالعه سلم تنهج طبعا. يعني شكلها عليها في مرض، يعني حصل لها مرض فعلا. انما اول ما بيخسوا خلاص الدنيا بتتحسن قوي قوي. خلينا نحاول نمرر بسرعه كده اسئله بعض الناس اللي بعتوا لنا. هدى احمد بتقول سنها 28 سنه، طولها 160 وزنها 102. تمام. بتقول انا ربه منزل وبحب المطبخ والاكل جدا، عندي ثبات في الوزن بقالي فتره ومش عارفه انزل خالص عن 105، وعندي دهون عنيده مهما عملت رجيم مش بتنزل. صحيح، هي عندها دهون عنيده. ليه؟ اولا هي زياده عن وزنها 40 كيلو. فلازم يبقى عندها حضرتك 40 كيلو دي اكتر من الشنطه المصرح بيها طلوع الطياره. صحيح. الشنطه 32 كيلو. انا دايما اقول للحاله في العياده كده اقول لها حضرتك لو مثلا زياده 60 كيلو انت شايله شنطتين على قلبك وماشيه بيهم والله، فتخيل القلب ما يستحملش. فاذا ال 40 كيلو الزياده لازم هيبقى الدهون عنيده. فازاي بقى نخلي الدهون دي ما تبقاش عنيده؟ هو مش المفروض ان الدهون دايما عنيده ولا هي حالات وحالات؟ حالات وحالات. في ناس عندها الدهون بتبقى عنيده قوي ومتيبسه وجامده هارد زي الصخره، وفي ناس تانية بتبقى الدهون بتاعتها دي طبيعه الدهون في جسمها بتكون طريه كده، يعني تقدر تحس ان هي ايه ممكن مع شويه رجيم تتهندل بسهوله اكتر بالمقارنه. بالظبط، بتتخلخل وتبتدي ان هي تدوب وتنزل بقى في البراز. جميل. احنا للاسف وقتنا يعني بيوشك على الانتهاء، اقول مع ان كان عندي اسئله كتير قوي، بس يعني يا دوبك هشكرك على وجودك معانا في حلقه النهارده. نورتينا وشرفتينا وقفتينا كالعاده. ربنا يخليك يا فندم. شكرا لحضرتك وشكرا للساده المشاهدين. اكيد الشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان على حسن طبيعتكم لينا، وان شاء الله نشوفكم على خير بكره في حلقه جديده من البرنامج. الى اللقاء.